نيجي يا مس نحكي هلا على المثال. حلل المسألة الآتية إلى عناصرها: إيجاد مساحة مستطيل طوله س وعرضه ص. هلا أنا أعطيتك هذا المثال، تمام؟ هلا أنا شو لازم أعمل؟ لازم أفهم المسألة وأحللها. هلا أول إشي إيجاد مساحة مستطيل، المطلوب إني أوجد مساحة المستطيل، تمام؟ طوله وعرضه، إذا طوله والعرض عبارة عن معطيات السؤال. إذا عندي أنا من تحديد مدخلات اللي هي المعطيات، المخرجات هي المطلوب، وطرق الحل هي المعادلة، تمام؟ بنلاحظ هون إنه مساحة المستطيل هي المدخلات، تمام؟ عفواً، مساحة المستطيل هي المخرجات، تمام؟ هو المطلوب. نيجي على المدخلات وهو مساحة المستطيل س وصاد، تمام؟ آخر إشي طرق الحل هي العملية الرياضية: مساحة المستطيل تساوي الطول في العرض، تمام؟ هلأ في عندي هذا النشاط، حلل المسألة الآتية إلى عناصرها: المدخلات، المخرجات، وطرق الحل الممكنة. إيجاد معدل علامات الطالب في 3 مواد: اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية. مس هذا واجب عليكم إنكم تبعتوا لي تحللوا لي المدخلات والمخرجات وطرق الحل. لكم نشاط 2-1 صفحة 45 واجب، تمام؟ نرجع الخطوة الثانية ألا وهي كتابة الخوارزمية. هلأ شو تعريف الخوارزمية؟ هي مجموعة من الخطوات الواضحة والمتسلسلة والمنطقية المكتوبة بلغة الإنسان للوصول إلى حل للمسألة. إذا هي مجموعة من الخطوات الواضحة والمتسلسلة والمنطقية المكتوبة بلغة الإنسان للوصول إلى حل للمسألة. هلأ هاي الخطوات المنطقية والمتسلسلة رح نيجي نشرحها لاحقا بالدروس اللاحقة إن شاء الله، لكن إنه هاي الخوارزمية أهم شيء إنها مكتوبة بلغة الإنسان بتساعدني أوصل لحل المسألة، تمام؟ نيجي على النقطة الثالثة ألا وهي ترجمة الخوارزمية إلى برنامج. هلأ لغة البرمجة كلنا بنعرف إنه في عنا لغات للبرمجة، تمام؟ عنا من ضمنها السي بلس بلس، الجافا، سمول بيسك، أوبجكت، أكشن سكريبت، بي اتش بي، جافا سكريبت. في عندي هدول مجموعة، كتير عندي مجموعات البرمجة، تمام؟ وكل الناس عم تتخصص بمجال معين، تمام؟ في ناس بيروح بتخصص جافا، في ناس بتخصص سي بلس، في ناس بتخصص اكشن سكريبت، في ناس بتخصص اوبجكت. يعني وين بيشوف حاله بالبرمجه هو بيروح بتخصص فيها. ولو ان شاء الله لما تروحوا على الجامعه وهيك راح تشوفوا اللي بيتخصص بالاي تي او بهندسه الحاسوب راح تمر عليه هاي لغات البرمجه، تمام؟ هلا بهمني تعرف انه لغه البرمجه هي وسيله التخاطب بين الانسان والحاسوب. يعني انا اي شيء بدي اوصله للحاسوب من اوامر او تنفيذ اشياء معينه لازم ابرمجها باحدى طرق البرمجه، ولغه البرمجه هي اللغه اللي بفهمها الحاسوب، تمام؟ هي اللغه اللي بفهمها الحاسوب. هلا في عندنا احنا بصفحه 46، اذا بنطلع على هذا الشكل 2-2، هذا نموذج على برنامج مكتوب بلغه السمول بيسك. انا كتبت برنامج بكود معين عشان اوصل اللي بدي اياه للحاسوب، تمام؟ نيجي على الخطوة رقم 4 ألا وهي تنفيذ البرنامج باستخدام الحاسوب واختبار صحته. تنفيذ البرنامج واختبار صحته. هلأ ينفذ البرنامج على جهاز الحاسوب أكثر من مرة. هلأ أنا قد ما بدي بقدر أنفذ البرنامج أكثر من مرة. كيف بتم تنفيذ برنامج أكثر من مرة؟ عن طريق إعطائه مدخلات مختلفة في كل مرة للتأكد من عمله بالشكل الصحيح وللحصول على النتائج المطلوبة. هل أنا كتبت البرنامج، تعبت، أتأكد إنه أموري تمام أو لأ، شو بعمل؟ باجي بكتب مثلا عندي عملية حسابية اللي هي مساحة المستطيل س ضرب ص. هل أنا شو مثلا بدي أجي أدخل مساحة مستطيل مثلا الطول 5 العرض 4، بدي أشوف النتيجة تطلع عندي صح ولا لأ. المرة الثانية بدخل معطيات جديدة، تمام؟ وهكذا حتى أتأكد إنه أنا عم بحصل على النتائج المطلوبة أو لا. هلأ نيجي نحكي على خامس خطوة وهي الأخيرة، هي التوثيق. هلأ تعد خطوة التوثيق من الخطوات الكتير مهمة في عملية حل المسألة. شو تعريف التوثيق؟ هي عبارة عن وصف كتابي للبرنامج وأهدافه وأجزائه وإجراءات تشغيله، تمام؟ إذن هي عبارة عن وصف كتابي للبرنامج، شو أهداف البرنامج، شو أجزاؤه، وإجراءات